بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوان الأخوات، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نعرفكم على المسجد، ولا المسجد الذي يعرف بمسجد القروي أو مسجد الأزهر. ومسجد الأزهر موجود بحي الروم، وهذه هي الطريق المؤدية إليه. وهذا المسجد غادي نشوفو أولا، نديرو الزيارة ديالو داخل مع يعني خارج و أو من الخارج ومن الداخل للمسجد. كما كتعرفو في حديقة محيطة بها المسجد، من بين المرافق التي يحتوي عليها المسجد واحد المرفق اللي هو أقدم، وهو هذا الباب ديالو بجانب الصومعة. هذا المرفق هذا هو اللي كان فيه يعني في هذا البيوت، كما كتلاحظوا هذه البيوت هي بيوت للطلاب الذين كانوا يحفظون القرآن. وهنا في المقابل كما كتلاحظوا كاين مازال بعض التلاميذ الصغار. في الروض هذا الباب تيدخل المراحيض ديال الوضوء. هذا واحد المدخل من الجهة ديال المسجد. هذا هو واحد القاعة كما تلاحظوا، السقف ديالها من الخشب وبزخرفة إسلامية أصيلة. هذا بيت من أحد بيوت دوك البيوت ديال الطلاب، كل شيء مسقف بالخشب. هنا المصابيح كلها من النحاس. الآن غادي ندخلو من المدخل، هذا هو المدخل الرئيسي ديال المسجد، عنده 3 ديال البوابات. هذا الباب اللي كيدخل من الجهة، إذا هذا الباب الرئيسي مقابل للحديقة، وكاين أبواب أو بابين جانبيين، واحد مغلق هو سيخرج للجهة، إذا واحد الباب هو كما كتلاحظو على اليمين، وكاين واحد على اليسار. هذه ساحة كبيرة حتى هي تستعمل للصلاة، فاش كيكون واحد العدد كبير ديال المصلين خاصة في رمضان المبارك. هذه الساحة كلها مدورة بهذه المصابيح من النحاس، والأرضية كلها من الزليج، الزليج اللي معروف بالزليج البلدي، يعني الزليج من أقدم الزليجات في الصناعة التقليدية المغربية. هنايا هذا الباب هذا ديال المرافق ديال الوضوء. في صندوق الوصف إن شاء الله غادي نعطيكم واحد نبذة يعني تاريخية على هذا المسجد، اللي بغى يرجع ليها غادي تكون في صندوق الوصف أسفل الفيديو. هادو عندنا 7 ديال البوابات المسجد، من هذا الباحة. هذا المكان كان فيه يعني واحد النافورة ديال فين كانوا كيجددوا الوضوء. هذا هو الجليد كما كتلاحظوا ديال الأرضية. عندنا 3 ديال البوابات،
واحد جوج هذا في المساحة هو الثاني من مورا المسجد الكبير اللي في المدينة القديمة، حتى هو إن شاء الله مازال غادي نديرو له واحد الفيديو، ولكن الآن راه في طور الترميمات. لأن كما كنلاحظو مكناش عندنا بزاف ديال المرافق اللي كلها فيها ترميمات داخل المسجد. السقف كما كتلاحظوا هو هذا الخشب والزخرفة، الزخرفة التقليدية بطبيعة الحال. هذا المسجد القراوي ولا الأزهر اللي كان يتبع الاسم ديالو القديم هو الأزهر، والآن راه ردوا له السمية ديالو بعد ما كان يسمى أيضا بالمسجد القراوي. بني هذا المسجد العظيم في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة 1189 ميلادية بمدينة مكناس، ويعد من أوسع مساجد المدينة، ويتكون من 4 صفوف ذات أقواس محمولة على 44 أسطوانة أو سارية، وله 4 أبواب، 3 كانت للعموم والرابع خاص بالسلطان. وبجانبه توجد مدرسة وبيوت مخصصة للطلبة، وتتوسطها نافورة جميلة وبئر. مسجد الأزهر لن تتم كما قلنا ديال المعلومات على هذه المعلومات التاريخية، غادي توجدها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. إذا فرجة ممتعة وإلى اللقاء. بعد جائزة من بعد الشاشات في التوقيت ديال الصلاة، والجهة الخاصة بعد صلاة الظهر.